بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع الأوبريتورز المختلفة في الكوتلين. في ألفز، ألفز أوبريتور، وده أوبريتور لذيذ جدا. كل مهمته إن هو بيبقى فيه عنده بيعمل عملية سيف كول، بيحط عن استفهام بس وإيه وكولون، ويبقى مهمته كلها بيقول لك إيه الريزلت بيساوي إيه. لو إيه فيها قيمة بيحطها جوه الريزلت، لو الإيه جاب نل يقوم واخد مكانها البي بس كده. يبقى هي if الA is null is null هي ايه B هي اللي هتريترن، if is not null الA هي اللي هتريترن. الA فيها قيمة ياخدها، ما لقاش يخش على الB. جميل جدا. فلو جينا نجرب عليها مثال فايل، نيو فايل كده الكوتلين فايل، وعملنا اكزامبل ونجيب المين فانكشن بتاعتنا، وتعالى نعمل ايه، نعمل برضو فاريبل كده ونفضيه بنل ونجرب الايه، ونجرب المثال بتاعنا. فعملت فاريبل اف نيم، الاف نيم سميته عادل، واعمل فاريبل تاني ال نيم اديته نل، تمام. وبعد ما عملت كده هروح اعمل فاريبل ثالث احط فيه الريزلت اللي هو هطلع فيه النتيجه بتاعتي اللي انا عايزها، وده هقول بيساوي ال نيم، ممكن نقول ال نيم و وعلامه استفهام وكولون اللي هو الالفز والاف نيم. فمعناها ايه؟ لو لقى ال نيم نل هيخش على مين؟ على الاف نيم. وبعد كده قمت قايل له برنت لاين الريزلت ايكوال ايه؟ الريزلت ايكوال الريزلت ذات نفسيه اللي هي النتيجه بتاعتي، اللي هي المفروض تبقى جايبه شايل عادل، مش هتضرب ولا هتطلع نل مفترض. فنجرب كده نعمل رن نل رن. الريزلت طلعت معايا بايه؟ طلعت معايا بعادل، يبقى هو فعلا فوت النل واخد الايه القيمه اللي بعدها. ده الالفز اوبريتور.